السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية متابعينا الكرام، معكم المهندس ياسين، مؤسسة إبداع تكنولوجيا للتكييف المركزي. بالنسبة لصيانة الوحدة الداخلية، نحن ننصح بتنظيف الفلاتر كل 15 يوم، وكحد أدنى كل شهر لازم تنظيف الفلاتر. وبالنسبة للصيانة الدورية اللي هي غسيل الوحدة الداخلية، احنا ننصح على أقل تقدير مرتين في السنة يتم غسيل الوحدة الداخلية بشكل كامل بواسطة الماء طبعا والمضخة البرشر الموجود مع الفني. وطبعا دائما نؤكد على انه في حال تم غسيل الوحدة الداخلية انه يتم وضع كفر او غطاء على الجهة اليمنى اللي موجودة فيها عندي هون البورد او اللوحة الكهربائية الموجودة اللي بتشغل الوحدة الداخلية، يتم تغطيتها قبل البدء بعمليات الغسيل. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.